يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهل من اكتفى بعمل القلب عن عمل بقية الجوارح يعد مؤمنا؟ لا، ليس بمؤمن. الكفار عندهم الاعتقاد، يؤمنون في قلوبهم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، إنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الإيمان لا يكون بالقلب فقط، ولا يكون باللسان فقط، ولا يكون باللسان والقلب فقط بدون عمل، لا بد من الأمور الثلاثة. نعم.